عرض صحوة المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال والتعريف بعناوين المختارة. مستمعي إذاعة الحياة فام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رهان القراء. رهان القراء البرنامج الموصول بالمسابقة الوطنية في المطالعة والكتاب، هذه المسابقة التي ترعاها إذاعة الحياة فام. في هذا البرنامج استضفنا باقة من زهور المدرسة الابتدائية الصحابي 4 بالقيروان. معنا في الاستوديو البرعم أساور. أساور عسلامة. عسلامة، قدم روحك للمستمعين. اسمي أساور، عمري 11 سنة، نقرأ سنة سادسة A في مدرسة صحابي 4. مرحبا بك أساور. معنا ملك، قدم روحك يا ملك. اسمي ملك، عمري 11 سنة، نقرأ في السادسة A في المدرسة صحابي 4. نشرفوا بيك ومرحبا. غسان. اسمي غسان الخليفي، نقرأ في مدرسة الصحابي 4 وبالتحديد 6 ب، عمري 11 سنة. هاجر. اسمي هاجر تيمومي، نقرأ في مدرسة الصحابي 4، عمري 11 سنة، نقرأ في قسم 6 ب. مرحبا بكم. إذن نتحدث اليوم في موضوع المطالعة والكتاب، وأول سؤال أتوجه به إليكم، ما منزلة المطالعة في حياتكم اليومية؟ أساور. المطالعة يعني تنمي القدرات، القراءة والكتابة أيضا. نعم. ولكن يعني هل تنجزين فعل المطالعة بشكل يومي؟ هل هي عادة يومية؟ لا، هي ليست عادة يومية. عندما أوجد الفراغ أقرأ القصص. واضح، إذن في أوقات الفراغ. ملك. المطالعة هي شيء رائع، تحفز على التفكير. أنا أمارس المطالعة يوميا، يعني كل ليلة قبل أن أنام أمارس قليلا من المطالعة، أطالع قصص يعني. واضح. ملك. غسان. تعجبني المطالعة لأنها تحفز الذهن، معناها تثقف الطفل. هل هي عادة يومية أم في بعض الأحيان؟ كي الحقيقة كي نلقى وقت فراغ. واضح. كي نكمل دروسي معناها نلقى وقت نمشي نقرأ قصص. هاجر. أحب المطالعة، هي تساعدنا على إثراء زادنا اللغوي، وأنا مش نجيمة يعني نطالع، ساعات كي نلقى يعني كتاب يعجبني وكل شيء نطالع ونكمل الكل. من يحفزكم على المطالعة؟ يعني تطالعون حينما يكلفكم المعلم، أم باقتراح من الأبوين، أم بصفة تلقائية برغبة شخصية منكم؟ أساور. بصفة تلقائية، برغبة مني، معناتها ما يقول لي، وكيف زاد يقولنا المعلم معناتها أنا نقرأ. ما هي اللذة التي تجدينها في المطالعة؟ أني نحب القصص يعني المشوقة، والقصص الزايدة اللي فيها مغامرات. نعم. والغنية بالأوصاف. شكرا. ملك. أحب المطالعة، أحب قصص المغامرات وقصص الخيال، لأنني أحس بأني أعيش وسط هذه القصة، وكأني أغامر مع البطل، وكأني أنا أنتقل من عالم آخر إلى جميل. عالم آخر. جميل جدا، هذه رحلة ممتعة، رحلة ممتعة. غسان، هل تطالع بانتقاء نفسك أم أن أبويك هما اللذين يدعيانك إلى المطالعة؟ أطالع بتلقاء نفسي. تعجبني القصص الشيقة، وخاطر نحس روحي واحد منهم، أن ذاك البطل في القصة هذيك، تتقمص الشخصية في القصة. ممتاز جدا. هاجر. طالع قصة برغم مني يعني وحدي نحب نطالع، وتعجبني القصص المشوقة، ونحس بروحي زادة عايشة مع البطل، وأنا اللي نعمل معاه يعني، وأنا اللي عايشة معاه الأحداث هذه الكل. شكرا، جميل جدا. نمشيو الغسان. غسان، كنت تحدثتني عن اختيارك قصة من القصص، وهي
مخبلة في شعورها. مخبلة في شعورها. وعلي بن السلطان. وعلي بن السلطان، هذه قصة الخرافة، هذه الخرافة هذه أنا سمعتها وأنا صغير من جدتي، والأديب حولها إلى قصة بالعربية الفصحى. ما الذي أعجبك في هذه القصة يا غسان؟ عجبتني مغامرة علي كي مشى للغابة وقتل الأسد ذو ثلاثة رؤوس. واضح، إذن هي مغامرة. الخرافة هذه كنا نسمعها من الجدات في سهراتنا الليلية، يعني في ذاك الزمن لم يكن هناك تلفاز ولا راديو ولا انترنت، المصدر هن اللاتي يحكينا لنا القصص جداتنا وأمهاتنا. إذن جميل جدا. مستمعينا الكرام، فاصل غنائي ثم نعود إلى الأستوديو مع ضيوفنا من المدرسة الابتدائية الصحابي 4. عرض صحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال والتعريف بعناوين المختارة. عدنا مستمعينا الكرام إلى استوديو إذاعة الحياة فام في برنامجكم رهان القرآن. نعود إلى مختارات ضيوفنا من تلاميذ المدرسة الابتدائية الصحابي 4 فيما طالعوا. أساور، ماذا طالع؟ حدثين عن بعض العناوين التي طالعتها. والحذاء من السلسلة، وهناك قصص آخرين من السلسلة الخضراء اسمهم الملك عادل وخاتم السلطان زيد. شكرا. هل لك عدة قصص في مكتبتك؟ نعم. كم يبلغ عددها تقريبا؟ ما دمت ترددت العدد عدد كبير، إذا هناك مشروع مكتبة منزلية ليس كذلك؟ أي. قل لي شكون معك يطالع آخر في الدار خلفك أنت؟ بابا يطالع ولا؟ لا. ما؟ لا. كان أنت؟ أي. أخوات؟ حتى أخواتي لا. حتى أخواتك لا؟ أي باش تعوديني؟ تعوديني أنا وليو يقرأوا الناس الكل؟ أي. أي بيه؟ طبعا نتحدثوا معاهم ونولي عائلة قارئة وعائلة مطالعة. كيما نمسكوا الناس الكل بجهاز الهاتف وهذه العادة الموجودة توا، نوليو في السهرية في الدار كل واحد فيديو كتاب ويقرأ، واللي يقرأ حاجة يحكي عليها. أنت كي تقرأ قصة تحكي لما ولا با؟ أي ديما نحكي لما القصص. ممتاز جدا. يسمعوك؟ أي. ويتفاعلوا معاك؟ أي. ياك عملت عليهم زي مالا مالا شيختم، فرحتم بك العالم الجميل الذي نجده في هذه القصص. أنا غسان طالب الكلمة، تفضل غسان. أنا وقت كي نقرأ قصة وخويا بجنبي ونشوفه شكون يقرأها يكملها اللول، كي نرقدوا في الليل هو يحكي لي على قصته وأنا نحكي له على قصته. ممتاز جدا. وباو ما يقرأ ولا؟ بابا وماما قليل ان شاء الله يولوا يقراوا اكثر. وعندي يعني اختي في التاسعه عليها بالكونكور، معناها عليها بالكونكور يعني اما تقرا هي. شغلتها المناظره عن المطالعه، اما راهي المطالعه تفرغ تقرا هي مرات. هاي باهي، ممتاز. عندك مكتبه في الدار يا غسانه؟ برشا كتب. قديش عندك من قصه؟ حاسبهم انا 115. نسلك يا غسان، ثم عاده شراء الكتاب كيما واحد يمشي يشري خضره ويشري مواد غذائيه، يعني في عائلتك ثم عاده انك تروح بكتابه معاك كتابة المدينه؟ اي موجود العاده. اساور تفضل. انا زاد عندي العاده انه كيف نهبط مع ما ولا حاجه تعجبني ديك القصه تلهمني ولا حاجه يلزمني ناخذها خاطر اي تحرص على شيء على شرائها. تفضل اساور. ملك. ملك ملك تفضل. سيدي اني عندي انا قصص قريتهم، عندي واحد اسمه القطرة والحذاء، ومن السلسلة المكتبة الخضراء، خاتم السلطان والملك وعادل، ومن السلسلة لا في اون روز بالفرنسية لي كاتر في دو دكتور مارش ولا بيتيت فاديت وكوزيت. وعندي مكتبة في الدار الحقيقة سيدي مشني عددهم بالقدير، معناها برشا مادام عددهم مش برشا. ممتاز جدا. وعندي زيدا كتاب اسمه كليلة ودمنا. اي كليلة ودمنا لعبد الله بن المقفع. حلوة برشا. أجزاء في العطل، يعني في العطل نقرأ منه أجزاء. يعني كي نخرج مع ما ولا با كي نلقى كتاب معناها ملهم ولا أحس بصورته ولا عنوانه معناها نحرص على شراءه. ممتاز. على وزيدة سيدي أني في عائلتنا نقرأ كتب، ساعات كي نقرأ قصة نحكيها لما وربا، بابا يقرأ مقالات على برشا معناها مواضيع ويحكي لنا منهم شوية، ماما تقرأ قصص هكا أدبية وتحكي لنا شلوها حاجات وتحكي لنا على عبر،
وزيد أخويا قبل ما نرقدوا كل واحد يقرأ قصة. ممتاز. ومن بعد من غدوة كل واحد يحكي لنا على التلخيص نتاعها. آه ولا شيء كبير بالحق، شيء يفرح هذا. ما أنا عائلة قارئة. وهذا ممتاز، يلزم نقراو يا ملك. هاي نمشي والهاجر. أنا طلعت كتب يعني برشا كتب وقصص. السنة طلعت قصص عليسة، كتب عليسة، وقريت زادة من سلسلة لافيون روز، قريت لا كوزيت ولا بيتيت فادات ولي كاتر في دو دو دكتور مارش، وبرشا قصص وخاتم السلطان. نسيت السلسلة نتاعها بالضبط. نحن في عائلتنا، انا كنت صغيره من سنه اولى ثانيه، طلعت سنه الاولى 40 قصه. 40 قصه في السنه الاولى. اي خديت عليها كادو من ستي ابتسام. هاي نوجه لها تحيه. اي ستي ابتسام يعطيك الصحه يا ستي ابتسام. هاي ابتسام بوحديده يظهر لي، نسيت لقبها بالضبط. راح ذانا سي عزدين في الاستوديو ابتسام بوحديده. نوجه لها تحيه، ومن خلالها هي التحيه الى كافه معلمات ومعلمي المدرسه الابتدائيه اصحاب ارعى بالقيروان وفي كل مدارس هذا الوطني العزيز. يعطيك الصحه. تفضل. في سنه ثانيه زاد هي قعدت شجعتني، زاد اعطتني كادو في سنه اولى. سنه ثانيه زاد شجعتني باش نكمل اللخص. لخصت 30 قصه اخرين واعطيتهم لها، زاد وريتها التلخيص نتاعي نقراها ونعمل لها احداث رئيسيه نتاعها. وقت ما كنت صغيرة زادة نعمل هذا الكل يعني التقديم بتاعها الكل، ونعطيها 30 قصة الأخرين وهي يعني عطتني عليهم هدية. ممتاز جدا. إذا أنتم انخرطتوا في مسابقة رهان القراء، وعندنا مشروع مع المدرسة الابتدائية أصحابي أربعة في رهان القراء. رهان القراء هي ثم قائمة معينة من القصص، قائمة معينة، وديجا أنتم اخترتوا منها بعض القصص كما المخبلة في شعورها وعلي بسلطان للأديب المرحوم عمار التيمومي، كما القطرة والحياة اللي تحدث عليها وبعض القصص الأخرى. وهناك بطاقات مطالعة، ثم بطاقات مطالعة بعد إنهاء مطالعة كل قصة ندون ونعمر هذه البطاقة ونرسلها على إيميل عنوان رقمي معين rihan.qora@gmail.com. داكور rihan.qora.national. تانا بعثوا لكم نعطيكم عنوانه موجود على الصفحه باش تبحث عليه بطاقات المطالعه، ثم جوائز، ثم ميداليات ذهبيه تهديها اذاعه حياه فهم كل عام للفائزين في مسابقه رهان القراء. نمشيو للعنوان اللي اجمعت عليه واخترتوه هنا، العنوان اللي باش نناقشوه اليوم مع بعضنا. سيرج تقترحي انت؟ القطره والحذاء. ملك؟ القطرة والحذاء. كيف؟ غسان انت اخترت؟ مخبلة في شعورها وعلي بن سلطان. واضح. ما قريت القطرة والحذاء؟ باهي. طيب هاجر. القطرة والحذاء. اذا اجمعتم تقريبا. ناخذ القطرة والحذاء سنتحدث فيها. من يحدثنا عن بعض احداثها؟ بعض احداثها عن البطل، ماذا وقع في اي مكان في اي زمان؟ تفضلي اساور. البطل هو احمد ابن ناجي. كان قانوع، كان لديه حذاء. ما الذي دل على قناعته في القصة؟ أنه لما أخذ صندوق مليء بالذهب وفيه قطرة عرق وحذائه الممزق تلك الدراهم التي أخذها من مسابقة القرآن. نعم. ماذا اختار؟ اختار الحذاء الممزق والقطرة والدراهم. والدراهم. وماذا ترك لأخويه؟ الذهب. ترك الذهب، ترك كنز الذهب لأخويه، وهو الذي نجح في حياته رغم أنه لم يأخذ الذهب، ولكن أخواته لم ينجحوا في حياتهم، وكانوا انخرطوا في التجارة. أي انخرطوا في. نعطي الكلمة الملك. ملك تفضل واصل. سيدي، عند الشيء الذي يدل على قناعة الطفل عندما أخذ الدراهم في مسابقة القرآن، عندما قال لأبيه لا تشتري لي حذاء يا أبي، إنه جيد أنني أجري به يعني. نعم. ملاك.
وأعطى دراهم إلى أبيه. وأحمد أحمد اهترأ حذاؤه فطلب من أبيه أن يشتري له حذاء آخر. ولكنه أحس بأن أباه لا يملك مالا لشراء الحذاء لأنه كانت هناك أزمة جفاف. حينما شعر بهذا الشعور لم يطلب منه شراء، قال له لا تشتري لي حذاء، ألا تراني أقفز بهذا قفزا. إذن أحس بعجز والده فطمأنه وتمسك بذاك الحذاء. إذن ضيوفنا الكرام نخرج فاصلا غنائيا ثم نعود للحديث في قصة القطرة والحذاء. عرض صحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال والتعريف بعناوين المختارة. مستمعينا الكرام نعود إلى استوديوهات إذاعة الحياة فام في برنامجكم رهان القراء مع ضيوفنا الأربعة أساور ملاك غسان هاجر من المدرسة الابتدائية الصحابي أربعة بالقيروان في موضوع حديث عن قصة القطرة والحذاء. توقفنا عند الحديث عن سر نجاح أحمد ونواصل النقاش في هذا الموضوع. هاجر، ما سر نجاح أحمد في حياته؟ أحمد اختار يعني من بين الثروة ليس كنز الذي تركه هو لم يختر الذهب أخذ اختار القطرة، هي شرف العمل يعني العمل. واختار الحذاء حذاءه. من يقول لي لماذا اختار الحذاء؟ ما قيمة الحذاء عند أحمد؟ لأنه الاقتناع تفضل. الحذاء ماذا يمثل؟ يمثل يعني قناعته هو في الحياة يعني ويمثل نعم معناه بما يكسبه الله راضية بحاله. نعم، لأن الحذاء يمثل ذكرى جميلة عنده، ذكرى سلوكه الإيجابي مع أبيه، لأنه قدر وراعى ظروف والده وقال له لا تشتري لي حذاء جديدا، ألا تراني أقفز بهذا قفزا. ما أروع أحمد. إذا ما رأيك في شخصية أحمد؟ أساور ملاك. إن أحمد شخص رائع، وأشجع وأثمن سلوكه، لأنه قنوع ويرضى بما في حاله. إلى جانب سمة القناعة، صفة القناعة، هل من صفة أخرى يمكن أن نصف بها أحمد؟ تفضلي. حكيم. هو حكيم. حكيم لأنه اختار يعني أشياء ممكن تساعده. لماذا نعتبر قطرة العرق؟ هو يعني أبوهم قال لأطفاله لأبنائه في هذا الصندوق أربعة، منها ما يرى ومنها ما لا يرى. قطرة العرق لا نراها في الصندوق لأن لها قيمة رمزية. إلى ما ترمز قطرة العرق هاجر؟ شرف العمل. إلى شرف. أحسنتي، إلى شرف العمل. غسان، إلى ما ترمز قيمة قطرة العرق؟ العمل. إلى العمل. نعم، إلى محبة العمل. وما هل يمكنكم أن تحدثوني عن سر آخر من أسرار نجاح أحمد في حياته؟ هو صناعته ملك يعني معرفته لصناعة النحاس. النحاس هو مارس مهنة له خبرة. لا بنظام. فضل سيورة. هو مارس مهنة النحاس منذ كان صغير. منذ كان يتعلم صناعة النحاس. وحينما كبر اشتغل نحاسا وأصبح من أشهر النحاسين في القرية، بل أصبح أمين مالي سوق النحاسين نظرا لتجربته. إذا لا نمارس عملا دون دراية به، هذه العبرة. إذا الآن وقد أشرفنا على نهاية هذه الحصة من برنامج رهان القراء، أترك لكم كلمة حرة يعني ما إهداء، ماذا تريدون أن تقولوا للمستمعين، لأقرانكم الأطفال، لمعلميكم، لأهلكم؟ نبدأ بأساورين. تفضل. نقدم تحية لما وبا
واخواتي ومعلمتي ستي هادية وستي إيمان نجار. تحية لهم الكل. وستي لطيفة الجواد. التحية للأستاذة لطيفة وللجميع، لكل معلمي مدرسة صحابي 4-2، وتحية للأباء والأمهات وتحية لمدير المدرسة سي عز الدين. سي عز الدين شنيتي، تحية لسي عز الدين. سي عز الدين هنيئا لك بهذه البراعم التي ترد الجميلة وتعترف بفضل المربي. ملاك، أهدي تحياتي لما وبا واخواتي ومعلمي الكل بلا استثناء، وحي واشكر مدير المدرسه سي عز الدين شني. شكرا لك. اذا غسان، نشكر بويا وامي واخواتي ومعلمين يا ستي هاديه وستي ايمان وستي لطيف، وخاصه ستي هاديه خاطر حفتنا على المطار. ربي يفضلهم الكل. وسيدي عزيز، وربي يفضلك انت ويعطيك الصحة. هاجر، نقدم تحية لماما وبابا واخواتي ومعلمين مدرسة صحابي 4 وسيدي المديرة سيدي عز الدين شنيتي. ربي يفضلكم الكل. شكرا لكم. إذا مستمعينا الأجلاء، بلغنا خاتمة هذه الحصة من برنامجكم رهان القراء، أمنها لكم في تقنية الصوت والديجيتال محمد سيف بولعراس، وآمن أبو خيط مخاطبكم عبد المجيد فرحات. إلى اللقاء، باي باي، نلتقي في حصة قادمة. عرض صحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال والتعريف بعناوين المختارة.